احنا النهاردة في مدرسة حمادة الصعيدي الاعدادية للبنين، ومعانا فريق متميز بقى جهازنا التاني في مسابقة افضل جهاز. نتعرف على الطلبة المتميزين بتوعنا. حسن حمادة حسن الوالد عمر. تمام، معاكم ايه يا شباب؟ عملتوا ايه النهاردة؟ مكنسة كهربائية. طب وروني كده، شغلوها. وروني هني كده. شايفين المروحة جوه اهي، او ده يعتبر شفاط طبعا بيشفط ايه اي حاجة قدامها. طيب مين يقول لي ايه الادوات بتاعتنا؟ جبنا ازازتين ازازتين بلاستيك. تمام، وبعد كده خدنا ازازه مع نص ازازه مع نص ازازه، وبعد كده رحنا جايبين الازازه وخرمناها من تحت الدوائر. تمام كده رحنا جايبين مطور وعملنا عليه حلقه من الاسمنت من الشاش علشان تعتبر فلتر. تمام، جبنا بقى عملنا مروحه. تمام، عملت المروحه من ايه يا حسن؟ من ازازه الاسبراي. قطعتوها؟ تمام، وبعد كده احنا جايين نسيب المطور في قلب الازازه من تحت، وجبنا دبابيس مكتب حطيناه في قلب الازازه، وبعد كده احنا جايين حاطين الفلتر، وبعد كده بقى جبنا اسمه ده جبنا خرطوم، وبعد كده احنا جايين مدخلينه هنا ودخلناه هنا ولزقناه بالشمع ولزقناه زي ما انت شايفه. تمام، يعني السلك الطويل ده هو عباره عن خرطوم، او الفتحه الانبوبه دي عباره عن خرطوم بلاستيك صح؟ تمام، امال الرأس بتاع الشفاط ده ايه؟ رأس الإزازة، يعني جزء من الإزازة برضو البلاستيك؟ تمام. طيب تفتكروا ممكن نكسب بالجهاز ده في مسابقة أفضل جهاز؟ إن شاء الله. إن شاء الله نكسب. طيب ليه؟ عشان إحنا عملنا في الشغل الجماعي. أول حاجة طبعا اشتغلت شغل جماعي. استخدمنا حاجة استخدمنا أساليب بسيطة مش شعبية. خامات بيها بسيطة. وقدرنا نوصل لمعزة ومساعدة على برافو عليك اعاده تدوير المخلفات. برافو عليك، يعني انتم بخامات بيها بسيطه جدا عملتوا اعاده تدوير مخلفات، وعملنا مكنسه كهربائيه. بصراحه انتم فريق متميز، واتمنى لكم طبعا ان انتم تكسبوا، ونصور فيديو تاني بعد ما تكسبوا ونبارك لكم في الفيديو ده. الف شكر ليكم.